أماني أماني، إيه في حاجة؟ لا أبدا، عن إذنك. هو مين الجدع اللي مشيت معاه أماني ده؟ مش عارف، هو شكله كده يشبه الجدع اللي اسمه حربي ده ماني بتتكلم عنه وبتكتب عنها مواضيع الاخرانيه هنا. حربي؟ ايه اللي جابك الجورنال النهارده؟ كنت عايز اعتذر لك وارشح لك موقفي. اتفضل انا سامعاك. لسه يا ماني، اخوكي اكرم باشا من يوم ما خرجت من السجن هو حاططني في دماغه، لا طايقني ولا هضمني، واديكي شفت بنفسك كان بيتعامل معايا ازاي في القسم يوم ما اتقابلنا اول مره. وبعدين؟ شوف انت بقى، الراجل اللي مش طايقني ده لما يعرف اني بقابل اخته واكلمها وبقى في بينا لغه، شوف انت بقى هيعمل ايه؟ حربي، انت بتعمل حاجه غلط وخايف ان اكرم يعرفها؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ انا خايف. خايف؟ اللي اعرفه عنك انك انسان شجاع وقلبك جريء وانك عمرك ما بترجع عن حاجه انت مؤمن بيها. لا يا انسه اماني، ما تفهمنيش غلط، انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت. خايف عليا انا؟ انت اصلك مش فاهمه حاجه، انت بالنسبه لي يعني انت اصلك حاجه تانية، انت حاجه تانية خالص، يعني انا انت غير اي واحده انا عرفتها في حياتي، غير اي واحده خالص، يعني لما بشوفك لما بقابلك، يعني اقصد لما بقابلك يعني لما بتكلم معاكي، انا لما بتكلم معاكي يعني بتسمعيني، يعني انت بتسمعيني، وانا ها انا بقى مش انا مش عارف انا بقول ايه. الظاهر انك قلت اكتر من اللي انت عايزه. لا والنبي يا استاذه اماني ما تفهمنيش غلط، ابواب الاذى واسعه، واكرم اخوك عشان ياذيني ممكن ياذيك، وانا ما اقدرش استحمل انك تتاذي من تحت راسي. انت غالي عندي قوي يا نساء امين، غالي عندي قوي، وانا مستحيل اسمح لاي حد ياذيكي حتى لو كان اخوك. انا مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا بس يعني كنت عايز ان انا اشرح لك موقفي وان انا اعتذر لك وانك تسامحيني. بص انا عايزك توديه الحاجات هناك، وانت عايزك تهتم بالحته دي كلها. زين يلا بينا نغير هدومنا عشان نلحق نروح معاك. اقفل البركه اهو ولم الاراده ودي المعلمه وعزبان على العشاء. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. عدلي بيه حربي وزين يا صاحبة الباشا. شكرا يا فتاح. اتفضل. قول يا باشا ميعادكم مظبوط؟ احنا دايما يا باشا مواعيدنا مظبوطه. ده ما هيش الشياكه دي كلها. برضه يا باشا يعني الواحد لما يجي يقابل الناس الكبار يعني لازم يكون قدها، مش كده ولا ايه يا باشا؟ الحقيقة أنا كان نفسي أعزمكم على قهوة أو شاي، بس أنا مفيش وقت، المشوار لسه قدامنا طويل. ولا يهمك يا باشا، كأن القهوة وصلت يعني مش مشاكل. كويس أوي، يلا بينا. Thank you.
الو الو الو، مين يا فتحي؟ محدش بيرد يا هاني. طب استنى انا اللي هرد. امرك يا هاني. الو. ولا زمان يا ميسه، من زمان ما سمعتش صوتك. مين معايا؟ ايه نسيتي صوتي ولا ايه؟ معذوره، احنا بقالنا سنين ما كلمناش بعض في التليفون. صلاح انت خرجت امتى؟ من فتره قريب. ازيك يا ميسه، اخبارك ايه؟ وايه اللي خلاك تتكلم دلوقتي؟ وحشتيني، نفسي اقابلك. انت اكيد اتجننت. ولا عاوز اشوف حبه القديم يا ميسه يبقى اتجنن؟ ايام الجامعة فاكرة كنا بنتقابل فين؟ في نت الأمة. فاكرة ولا نسيتي؟ استناك هناك كمان نص ساعة، ما تتأخريش عليا. صلاح أنا بحبك، بحبك يا صلاح، بحلم باليوم اللي نكون فيه في بيت واحد مع بعض. بس امتى ده يحصل؟ امتى يا صلاح؟ قريب قوي يا ميسة، قريب. ازيك يا حبيبة عمتي؟ مساء الخير يا بابا. مساء النور يا اماني. امال نونا فين؟ في المطبخ بتتحدى الاكل. طيب اروح اساعدها، ما انا سميتها من جوه. مالها يا طنط اماني مبسوطه النهارده كده ليه؟ مش عارف يا حبيبي، مش عارف. اصبري يا اماني لما اسخن الاكل واكرم يجي. لو انا جعانه هموت من الجوع. ايه يا اماني؟ اللي يشوفك النهارده ما شفتيش امبارح، ايه اللي حصل؟ مفيش يا بابا، عادي عادي يعني. ازيك يا ميسة؟ ياه والله زمان. عايز مني ايه يا صلاح؟ ابدا، وحشتيني، كنت عايز اشوفك. صلاح انا دلوقتي ست متجوزة وعلى ذمة راجل، وبعدين اللي كان بيني وبينك انتهى من زمان. ما اعتقدش انه انتهى، والا ما كنتش جيتي. انت اتصلت بيا ليه يا صلاح؟ عاوز اسالك سؤال واحد بس وتمشي على طول. اتفضل. انت سعيده في حياتك مع جوزك؟ نعم. سعيده في حياتك مع عدلي؟ طبعا سعيده. ايه السؤال اللي انت بتساله ده؟ ممكن سؤال كمان؟ سؤال ايه؟ انت اللي خدت المستندات من مكتبي وديتها لعدلك؟ ميسة انا مستني اجابتك. انت اللي خدت المستندات. بقى انت متصل بيا وجايبني لحد هنا عشان تسالني الاسئله الغبيه دي؟ لا طبعا. امال كنت عايز تقابلني ليه؟ عشان بجد وحشتيني، كان نفسي اشوفك. عن اذنك. ميسة. دي تليفوناتي. الموبايل، تليفون الارض. لو احتجت اي حاجه اي حاجه كلميني على طول، واسمحي لي من وقت للتاني اتصل اطمن عليك. انا ماشيه.